رح يدينا مصاريف المستشفى لبين ما يجي دورك بالجمعية. بكل الأحوال بقيان شهر، يعني هانت رح تنفرش. لا ما كان ممكن بأي لحظة ياخدوني ويرحلوني، يلحشوني على شي جبهة بنص الحرب. حاسس انه كتب لي عمر جديد. شو بيك؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ عم ينزل لك دم. بجوز ضغطي طلع. هي حبة للضغط. جابر كنت عارفان اني رح اوصل لهون. بس ما كنت متخيل اني اوصل لهون بهالسرعة. انا بدير بالي على حالي منيح، الدواء بوقته واكلي وشربي ما عندي مشاكل غير اللي صار بالبلد وانت لازم تكون دائما سبب كل مصايبي. شرف هي انا والموت وش لوش. ما رح تموت، خزيت العين عنا. موت بلد، أنا عكسك، كنت كل الوقت اتجاهل المرض، عشت حياتي بالطول وبالعرض، شعر فكر سياسة حب سهر، عملت كل شيء، ولكني وصلت لنفس النتيجة، المشكلة مو فينا، المشكلة بالسكري، ما كان فينا نوقفه ولا نعمل له شيء. يا سلامي لحمة سكري بالوراثي. شو بدنا نساوي؟ هذا اللي ورطنا اياه الوالد. يمكن اذا منسافر احسن، يقولوا هنيك الدنيا حلوة ما فيها حرب ولا قتل ولا فقر، على هنيك كل شي نظيف حتى ولادنا. إذا حدا مننا تجوز وصار عنده أولاد بيربوا هنيك على مهلون بدون قهر وذل وخوف. يمكن